دعم القطاع الخاص هو مساندة لخطة التنمية الوطنية بكل المقاييس لما تشكله من قاطرة للنمو الاقتصادي المصري، ومصر ماضية في خطوات إصلاحية اقتصادية تحظى بإشادة الجهات العالمية المعنية بتقييم الاقتصادات على مستوى العالم. وفي الواقع هناك كثير من الأدوات الكفيلة بتحقيق ذلك، وربما هناك ممارسات أخرى غير محمودة أو مأمونة الجانب وتشكل حجر عثر أمام تحقيق الأمال المرجوة، ومنها بالتأكيد الممارسات الاحتكارية وغيرها من الملامح التي نتعرف عليها بشكل أكثر تفصيلا في هذا اللقاء، وبصحبتي الدكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك. أهلا وسهلا بك. يعني طبعا في جهود تستحق المتابعة تقوم بها الدولة المصرية والحكومة المصرية، وخاصة بالتأكيد يعني المجموعة الاقتصادية تحديدا في هذا الإطار. حضرتك بتتابع إزاي جهود الدولة والمؤسسات التابعة لها من أجل تشجيع القطاع الخاص ليرقى ذلك إلى نقلة نوعية في الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية؟ وبتأكيد هي واحدة من التطلعات الكبيرة جدا مصر تسعى لتحقيقها يوما بعد يوم. ما فيش أدنى شك أن مصر بدأت تشتغل وبتشتغل على محاور، ويمكن أنا دائما أقول أن مصر لها تاريخ جديد في آخر 8 سنوات. يمكن ما يحدث في مصر في آخر 8 سنوات تحديدا ربما يجب حاجات كتير جدا في أعوام وأزمنة كتير جدا قطعناها، لدرجة أن أنا دائما أقول للناس أنه القطاع الخاص تحديدا تعاملوا مع مصر على أن مصر من 2014 هي دولة أو جمهورية جديدة. هذه الجمهورية الجديدة عمرها 8 سنوات، فيها أرياج جديدة، فيها أدوات جديدة، فيها معايير جديدة، فيها خدمات وحسب خدمات جديدة. الفكر اللي قبل 40 سنة و 45 سنة مهما كان له وعليه، لكن لابد أن احنا نعرف جميعا كقطاع خاص أن هناك خط فاصل ورؤية جديدة وأسس وسياسات جديدة. من يقبلها سيستطيع التعامل مع الحكومة، ويستطيع خلق الشراكة الفاعلة، ويستطيع التعاون المثمر لكلا الطرفين. من لا يقبلها لن يستطيع السير قدما الى الامام وسط هذا الركب الجديد وهذا الفكر الجديد وهذه الرؤيه الجديده. حتى هناك مشاكل قاعده الطلاق يعتد بها بالضبط. ايه يعني الادوات الجديده يعني او ايه الاجواء يعني المختلفه اللي احنا يعني عايشينها؟ الناس اللي كانت في القطاع الخاص بتكسب 300% 500% 400%، اللي اتعود ياخد ارض سطح على 20 سنه، واللي عايز يحط ارض وضع يد، واللي عايز يجيب مش عارف ايه، واللي يخش مناقصه ما فيهاش شفافيه ولا حوكمه وما فيش شراء موحد في ادوات معينه، كل ده في 8 سنوات بيتغير. كل ما هنالك ونطلبه انه يا جماعه بعد اذنكم هناك اريات جديده. انت عمرك 40 سنه في السوق، ما عنديش مانع، انا احترمك واقدرك، لكن الدنيا اتغيرت. ولذلك سياده الرئيس دائما يقول نحن نرحب بالقطاع الخاص الشريف. نرحب بالقطاع الخاص الفاعل. نرحب بالقطاع الخاص اللي عايز يتعاون. مساله ان انا اسيبك تمص دم موظفين وعمال مش هيحصل. ومسألة ان انا اجعل موظف وعامل يجي عليك برضه مش هيحصل. ولذلك هناك تشريعات حتى فيما يتعلق بدور القطاع الخاص وتعاون القطاع الخاص في قطاع التنمية وفي قطار التنمية. القانون 67/2021 الذي يدرس الان في مجلس النواب بيحدد هذه العلاقة في 8-9 محاور هامين جدا، في الشفافية وفي الحوكمة وفي إتاحة الفرص وفي مناقشة المناقصات، أمور جديدة ومستجدات جديدة ربما تحاكم تشريعيا في التشريعات الاقتصادية. أنت ممكن نقول يا فندم من البنية التشريعية هتكون مؤهلة تماما؟ ما حدث في مصر في الفصل التشريعي الأول وفي دور التشريع الثاني الآن في السنة الأولى منه في غرفتي التشريع الشيوخ والنواب يؤكد أن مصر قطعت شوط طويل في علاج بعض الأمور والدخول في بعض القضايا بتشريعات جديدة، لكن ما زالت تحتاج إلى مزيدا من التنقيح، مزيدا من النضج في التطبيق ما بين اللوائح والقوانين المعدة والتطبيق. هناك ما زال هناك مسافات وثغرات وجيوب نحتاج العمل عليها. لكن اللي أنا عايز أقوله زي ما قلنا قبل كده أن ما تجريه المجموعة الاقتصادية وما تجريه الدولة المصرية كحكومة بتوجيهات القيادة السياسية والرئاسة فيما يتعلق بقواعد البيانات سوف يتيح رؤية واضحة وتخطيط واضح للتعامل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، سواء على مستوى طرح المشروعات التي تتوافق مع الطبيعة السكانية وتتوافق مع عدد السكان وتتوافق مع احتياجات السكان.
ده كله مهم جدا عشان يخرج بشكل جيد ويسهل اتخاذ القرار من جانب القطاع الخاص ويسهل ايضا اتخاذ القرار من جانب القطاعات الحكوميه. وخليني اقول لك في هذا المقام ويحضرني ان الدول التي تقدمت امريكا والاتحاد الاوروبي والصين وكل الدول العالم المتقدم يعني كان سبب رئيسي في تقدمها هي كيفيه خلق علاقه ما بين القطاع الخاص وتعامله مع القطاع الحكومي دونما الدخول في قنوات الرشوة وقنوات المحسوبية وقنوات إتاحة الفرص وتكافؤ الفرص. عندما تنجح دولة في أن تخلق علاقة جيدة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، يحكمها تعليم من الصفوف الأولى على مبادئ الشفافية، تعليم من الصفوف الأولى على مبادئ مقاومة الفساد، تعليم على مواجهة الفساد، إقامة العدل وتطبيقه، نجد أن هناك علاقة جيدة تقطع خطوات غير عادية في سباق التنمية الاقتصادية. لكن هذا هو تحدي تعريف الرأسمالية. هناك رأسمالية وهناك رأسمالية المتوحشة، وفي كتب بكتبت في الرأسمالية المتوحشة. هنا بقى تيجي كلمة السر يا دكتور التوازن. يعني بما أننا بنتكلم عن بيئة مصرية جاذبة للاستثمار بشكل كبير، مهم جدا من هذا المنطلق أن المنافسة نفسها تكون مطابقة للمواصفات وتتسم بالعدالة والتوازن. إيه الأدوات أو إيه الأجواء فعلا اللي موجودة في مناخ الاستثمار في مصر اللي بتكفل تحقيق ذلك من وجهة نظر حضرتك؟ الطرفين، الحكومة لديها وأدواتها وسادة وزرائها بيشتغلوا على تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بالموظف الذي يؤدي الخدمة للمواطن، فيما يتعلق بالقانون وتطبيقه وتشريعه، فيما يتعلق بالوقت والفصل الزمني في إنهاء تنافسية الأعمال وفي إنجاز الأعمال. كل دي معايير بتقاس المواطن أو الرأس مالي. نحن نشجع القطاع الخاص وأنا واحد من القطاع الخاص، ويعني ولكن هناك معايير عالمية الآن لمعادلات الربحية، هناك معايير عالمية الآن لمحافظ الائتمان ونسب الائتمان ونسب القروض ومعدلات القرض ومعدلات الدين. هناك أمور معينة في القطاع الخاص لابد أن يقبلها القطاع الخاص المصري حتى يستطيع السير في الرجل، حتى كمان ينفع يستطيع يستثمر في الخارج. ما أنت لما تروح مكان منظم لازم تكون جاي من مكان منظم برضو. فالفكرة كلها قبول القطاع الخاص إلى آليات السوق الحديثة والجديدة. سمعنا كم واحد بيقول لك ده مش شغل الدولة، الدولة ما بتعملش شغل. لا، الدولة تدخل لضبط آليات السوق وتمهد المسرح. جزئية ضبط الآليات دي اسمح لي أخدها منطلق للسؤال اللي جاي. في الوقت اللي حضرتك بتتكلم فيه عن اقتصاد يوصف بالمتغول أو المتوحش، هل في مكان أو في مجال لصغار المستثمرين؟ واحنا بنشوف الحقيقة ان في خطى متسارعة بشكل ايجابي جدا فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر على سبيل المثال. هو الفكرة كلها فين؟ احنا لنا طبيعة خاصة، دولة ذات طبيعة خاصة. صحيح. احنا لسه ما زلنا نحبو في طريق كتاب الاقتصاد. علم الاقتصاد. احنا جايين من اقتصاد غير رسمي واقتصاد رسمي ومجموعة كبيرة جدا بتشتغل بفلوس كاش ما احناش عارفينها فين، المستثمر الصغير ما كانش يلاقي مكانه. احنا جايين من الزمن ده كله مع زيادة سكانية، مع امور كتير جدا، عدم وجود قواعد بيانات، مع رائد الاعمال اللي مش قادر يلاقي المناخ ده في وسط الحيتان والكبار، مع كذا، مع كل ده، كل دي امور متداخله في اليات السوق. متجهين كمان للتحول الرقمي. بالظبط. فعشان نتجه هذا الاتجاه، عشان نفسح المجال لان رائد الاعمال وصاحب المشروعات الصغيره والمتوسطه الصغر يبقى شريك في المجلس التصديري ويطلع يبقى له نسبه في المجلس التصديري، ولما مصر تشارك في جناح في التصدير يكون في نسبه بينص عليها التشريع حتى في مجلس الشباب ونطالبه ان يكون في رواد اعمال واصحاب شركات صغيره متوسطه. هنا هيجي المستثمر الكبير اللي قاعد يشتغل 40 و45 سنه على اليات، هيعرف كويس جدا ان الدوله بدات تحتضن حاضنات جديده في كافه الاعمال. وده اللي احنا عمالين ونقدر نتكلم فيه كتير وبنتناقش فيه كتير، هو تحديث مجتمع الاعمال وتحديث القطاع الخاص بفكر حديث يقبل الاليات الجديده حتى يستطيع التعاون مع الحكومه ودخول في الشراكه. وخليني هنا اؤكد عشان الساده المشاهدين، الدوله من وجهه نظري لا ترفض اطلاقا ولا تتدخل في عمل القطاع الخاص، ولكن هناك اشتراطات جديده ومعايير جديده واليات جديده، فعلى القطاع الخاص قبولها وليس كل ما كنت تحققه قبل 2010 تستطيع تحقيقه الان. بنتكلم عن مصر جديده. بالظبط. من نفس المنطلق جديد. مناخ جديد للاعمال. اذا العلاقه ما بين القطاع الخاص ودخوله في خطيره التنميه تختلف عما قبل 2010، ودي دور الطرفين لتفهم شكل هذه العلاقه
والآن العالم بأسره يمر بموجات اقتصادية مش طبيعية، بيمر بموجة تضخمية في الطاقة، بيمر بمشاكل في الشرايح، بيمر في الشحن، في مشاكل في ما بين القوى العظمى تجاريا واقتصاديا. فعلى القطاع الخاص المصري رؤية وقراءة وترجمة هذا المشهد السياسي وترجمة هذا المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي والإقليمي حتى يستطيع أن يخرج بنموذج فاعل في التعاون، وما يقدرش يعني يكف برضو عن هجومه واستخدام أدوات إعلام ضد الحكومة التي تعيد صياغة المنظومة في الجمهورية الجديدة، وما يقعدش يتكلم على فكرة اصدام الشغلانة، ده شغل الدولة، الدولة ما تخشش في المشاريع، الدولة تدخل في التوقيت المناسب وتخرج في التوقيت المناسب لضبط آليات السوق من أجل تأكيد أننا في مرحلة انتقالية. طيب، وإحنا بنعمل اللي ممكن نسميه هو ثوب جديد للقطاع الخاص مطابق لمواصفات هذه المرحلة، ايه الجديد المفروض يطرأ عليه وايه المفروض نحيه جانبا؟ ايه الدروس المستفاده ربما من سلبيات كانت حاصله قبل كده سواء في نموذج مصري سابق او نماذج اخرى، وايه النموذج الواعد اللي ممكن نسترشد به وناخذ منه ما يناسبنا وننحي جانبا ما لا يناسب؟ انا اعرف رجال اعمال وراسماليين وفي اوروبا وامريكا ما عندوش 7-8 عربيات، العربيه ثمنها 5 مليون، ما عندوش 7-8 شاليهات وفيلل و10 فيلل في ساحليه، وما عندوش 10 عيال قاعدين بره في اوروبا وامريكا، وما عندوش فلوس بيطلعها بره وبيدفع ضرايبه في اي حته. دي معايير بدا فيها اوروبا الاوروبيين والامريكان واليابانيين، عشان دي دول ضريبيه بدات فيها من 40-45 سنه فارتاحوا. فتقبل القطاع الخاص هنا انه يكسب 15 و14 و12 ومعايير في المية ومعايير عالميه في شغله، هيقدر يعرف يضغط تكاليفه، يعرف يضغط تكاليفه الشخصيه، يقدر يضغط حاجات كتير جدا، هيستطيع من خلالها يعرف يتعامل مع الاليات الجديده في الجمهوريه الجديده. الجمهوريه الجديده دي حال ولسان حال ايضا فرضه العالم في الاقتصاد. العالم في الاقتصاد النهارده احنا دوله 70-77% من الموازنه الضريبيه. لما انا يعني كان مفيش قواعد بيانات، مفيش فاتوره الكترونيه، مفيش كذا مفيش كذا مفيش كذا، وبتحايل على الملف الضريبي عشان اعظم ربحي او اقل ربحي عشان ما ادفعش ضريبه بورق تاني وميزانيتين في عند شركات وقطاع خاص، وده كان قطاع خاص شغال بشكل او باخر. انا لا الوم، هنا مش الوم، انا راجل. طيب انا افهم بالسطور كلام حضرتك، ادعم القطاع الخاص، ولكن مش كل نموذج، مش كل النماذج دي قابل للتطبيق، مش كل نموذج قابل للتطبيق طبعا. ليه مش قابل للتطبيق؟ لماذا؟ احنا يعني مش معنى كل مره نقول احنا بنقول شرف المحاوله، مش معنى دي مش هنقول فيها شرف المحاوله، نحاول ان نذهب الى التطبيق، نحاول ان نفسح مجالات للمشاريع الصغيره والمتوسطه ومتوسطة الصغر بالفعل بالشكل التطبيقي وليس بالشكل النظري، نحاول دعم رواد الاعمال ايضا للدخول في مساحات يعني سيطر عليها اسمه اسمين واربعه وخمسه في كل مجال. احنا عندنا بعض الاماكن عندهم اصرار على التوريث اماكنهم حتى في الاماكن اللي فيها دوائر معينه في المجتمع الخاص. هذه السمات الخاطئه هي اللي مش هتخلي عجله الربط ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في دفع قطار التنميه الاقتصاديه يمشي بسرعته بالشكل المطلوب. انا هنا بقول ايه؟ بقول انا ارحب بالقطاع الخاص جدا، وادعم رجال الاعمال الشرفاء، وادعم الجيل الجديد من رجال الاعمال، الجيل المميكن، الجيل الرقمي، الجيل القادر على القفز والعدو، الجيل القادر على التعامل مع الاجانب، الجيل القادر على التعامل مع افريقيا وحضن افريقيا، الجيل القادر على النهوض والقبول بمعايير ربحيه بس معينه. بس المهم ان انا احقق مصلحه عامه مش مصالح شخصيه ضيقه. وبالتالي عشان طبعًا كده طبعًا عشان كده هو ده حضرتك بتصير نقطه هامه جدا، هو أن هذا الجيل الآن من القطاع الخاص الذي يريد المشاركة في بناء هذه الجمهورية الجديدة وفق المعايير الدولية الهامة في الاستثمار وفي الرأسمالية، لابد أن يقبل أنه يعمل للمصلحة العامة، وفي النهاية هي تعود عليه في المصلحة الخاصة. أنا عندي سؤال أخير يعني رب الوقت يتسنى، وإجابة سريعة جدا من حضرتك. يعني هل بدأت العديد من الشركات الأجنبية في اتخاذ مصر كقاعدة إقليمية لأعمالها في الفترة الأخيرة؟ بكل بكل تأكيد مصر من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن خلال الدخول للقرن الافريقي والقاره الافريقيه، ومن خلال ما حدث في مصر مصلحه اقتصادي، جذبت شركات كتير في قطاع البترول، جذبت شركات كتير في قطاع الغاز، جذبت شركات كتير في قطاع البتروكيميكالز، لكن مش هتجذب ناس كتير في قطاع العقارات. خلاص لان في تحول لابد ان نذهب له، هو التحول الاقتصادي الانتاجي، التحول الاقتصاد الانتاجي، تاني مره بقولها، زراعي صناعي خدمي وليس الاقتصاد الريعي. هذا امر لابد ان نتحول له حتى نستطيع ان نظل في مساحات جيده في سباق التنافسيه العالميه وسباق الجوده وسباق الاقتصاد العالمي. مش هنقدر نستمر في مثل كل الشعب، كل شعب 104 مليون عايز يشتغل في العقارات. في
القطاع العقاري نحترمه ونجيل له، له ناسه، له 10 12 13 مطور جايين، لكن المهم يكون في تنوع، لكن يكون في تنوع، لكن التنوع ما يبقاش هو اكل حياه الشعب كله. وبالتالي سياده الرئيس قال لهم احنا هنتكعبل في الشقق، يعني مشكله السكن هديك سكن، لكن تعال نشتغل، تعال ننتج زراعي، ننتج صناعي، ننتج ونصدر. احنا عايزين نرفع الهدف الاستراتيجي للتصدير ب 100 مليار، مش هيجي الا من خلال اقتصاد انتاجي وليس اقتصاد ريعي. انا اعتقد انه القطاع الخاص له دور، ودور مهم جدا. هناك العديد من النماذج الجيده جدا في الجمهوريه العربيه، انا بقولش الصوره على الناس كلها، انا بتكلم على نماذج معينه، لكن في ناس كتير جدا بتقدم صوره جيده وصوره مشرفه لنموذج القطاع الخاص، وفي شباب مصري عمل مشروع، وحتى اللي بيخطونا خطواتهم الاولى محتاجين دعم وتشجيع، ومن هنا بيجي المشروعات اللي بتدعم الشباب المستثمرين، يعني لان طبعا دي كمان من الحاجات المهمه جدا، لانه في النهايه ده اللي هيأهله بعد كده ان يبقى من كبار المستثمرين ويبقى له دور يعني فاعل ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر، الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف الشرقاوي، وشرفتنا، شكرا جزيلا لحضرتك، منورتنا. بشكر لكم حسن المتابعه، وسلم حضراتكم لختام هذه الحلقه من القاهره، وبالتاكيد فقراتنا المتنوعه بتتواصل معاكم، وبعد قليل هتابعوا معنا جوله مع صحافه الغد على شاشه قناه نيل الاخبار. تصبحوا على الف خير.